سيد نهاري تال سماعين حرفي في اللباس التقليدي من مدينة تلمسان ولاية تلمسان. جيت هنا لهذا المعرض اللي كنت مدعو من طرف المتحف الوطني للفنون التقليدية، مشكورين على هذا الدعوة اللي خدموها لنا، وجينا هنا نعرضوا اللباس التقليدي الرجالي اللي نوعا ما افتقد في المجتمع الجزائري فترة ما، وحنا ان شاء الله نحاول باش نعاود إعادة بحث هذا اللباس من جديد. والحمد لله احنا نشوفوا يعني كاين قابلية للعودة الى العادات والتقاليد الشعبية هنا في المعارض وفي الملتقيات اللي نقدموها. وهذا اللباس التقليدي يعني كان عنده تاريخ من القديم ومر عبر جميع الأجيال وبقات عنده ذيك البصمة، لأنه هذا اللباس يعطي السمة للرجل، يعني كما يقال يعني الثقل ووزن الرجل الذي يقتني هذا اللباس. وهذا اللباس لكل حال فيه كثير من القطع اللي موجودة فيه، كما احنا تسمى عندنا هنا في تلمسان يعني الاساس وهو السراو العربي، يعني السروال الذي يقتنى هنا، يقال عندنا في تلمسان يقولوا له السراو العربي. وعندنا المقفوله وهي عباره عن لباس يعني مقفوله، يعني بها كما نقولوا عقد تقفل، ولهذا يسمى بالمقفوله، ويلبس فوق قميص وهو يعتبر عن يعني كما نقولوا عن معطف بدون يدين، يعني كما نقولوا احنا انجيلي، ومن بعد تجي فوقه المعطف باليدين. يعني هذا هو التصوير العام لهذا اللباس التقليدي. والأهم من هذا كله هو أنه التطريز، يعني هو مطرز من حرير بأشكال معينة، يعني كما نقولوا احنا وارثناها من القدم، وعندها معاني وعندها كما نقولوا سمات. هذا نخليه الأهل الاختصاص هم اللي يفسروا هذه التطريزات وهذه الأشكال، هما اللي حتى نكون كما نقول لكل مقام مقال. هذا هو كما نقول الحوصلة تاع هذا اللباس التقليدي الرجالي اللي يقولوا لابد نحن ان شاء الله نحوسوا باش يعود في المناسبات، خاصه المناسبات كما نقولوا الاعراس الاعياد، خاصه كما نقولوا احنا الرجال الكبار اللي افتقدنا هذه السمة. يعني بكري كنا كنشوفوا رجل كبير يعني سروال مدور كما يقولوا هنا في الجزائر، سروال العربي، الطربوش كذلك، نسيت الطربوش اللي هو ورثناه من عند الاتراك، وبقى يعني عنده سمة. وحنا كذلك حنا في تلمسان نغلفوه بقطعة من الشاش هذه الاصفر ونسميوه طربانطي. هذا هو هذا على العموم، تحدثنا على العموم واش كاين في اللباس التقليدي الرجالي.